صالح، يمكن احنا اصحاب على المستوى الشخصي وبنتقابل بره الكوره وبره الهوا. انا حاسس ان انا قاعد مع صالح جمعه مختلف عن اللي انا كنت بشوفه قبل كده. يعني تفكير متغير، بتكلم مع راجل كبير عارف هو بيعمل ايه الفتره اللي جايه. لكن انا عايز اعرف ايه اللي حصل خلى صالح جمعه يعيد حساباته من اول وجديد ويتكلم بالمنتاليتي المختلفه تماما، زي ما يكون حاسس ان فعلا واحد داخل تحدي ويا قاتل يا مقتول، هو ما عندوش خيار. زي ما انت انا اتكلمت قبل كده وقلت ان انا في يعني ان انا الفتره اللي فاتت دي كلها يعني في قرارات كتيره جدا خدتها، هي ما كانتش يعني غير ان هي كانت قله خبره، تمام، سن صغير بس. طب هل صالح عندك حد قريب منك او مجموعه اصدقاء قريبين منك ممكن يكون كان هم سبب لما انت بتتكلم معاهم طبعًا طبعًا, هم طبعًا طبعًا يعني يقولوا لك يا صالح دي فرصه مش هتتعوض، وجودك في النادي الاهلي جمهور بيحبك؟ الفتره دي بكلمك بمنتهى الامانه، في ناس كتيره جدا واقفه جنبي وبتكلمني وبقعد معاهم طول الوقت، وانا يعني من غير ما حد يكلمني انا شايف ان دي فرصه لازم استغلها خلال الفتره اللي احنا فيها دي، خصوصا لعيب كره قدم ده بيلعب فتره معينه في حياته، فانا خلاص كرست حياتي الفتره اللي جايه دي كلها هي لشغلي وللكوره، تمام. هنتكلم في اللي فات، في قرارات كتيره جدا خدتها غلط، في حاجات كتيره جدا حصلت ما كانش ينفع ان هي تحصل، كل ده انا اتعلمت منه، فان انا اكرر خطا واحد اخطاته قبل كده هيبقى الموضوع صعب.